مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من منطقه تدار نواحي مدينتي تملول وبالنفوذ الترابي لجماعه سيدي بيبي مع قصه لام عازبه للطفل بطبيعه الحال اللي تعاني عفوا الامرين وتعاني من ظروف قاسيه بطبيعه الحال. قصدت يعني قناه شوف تيليفزيون انها تحكي لنا القصه ديالها، وتمنى يعني التعاطف ديال كل المغاربه مع هذه الام المكلومه كما كتشوفوا معنا. صراحه قصتها قصه مؤلمه جدا، كنتمنى من اي واحد شاف يعني هذا اللايف انه يبارطاجي ويتساعد مع هذه الام اللي كتعيش ظروف قاسيه. حياه كان سكن فقط يا كنت ساكن كنت في البلاد جوايا مني تزوجت قصيرة تزوجت قصيرة تزوجت واحد ولد البلاد ديالنا وكيضرب لي كيتكرفس عليا وقال تزوجت ما عندنا لا كارت لا والو تزوجت بي تزوجت على يد العدول في السوق ملي تزوجت ما بغيتش ملي جا عندي خويا زيد عليا قال لي اختي اتجوزي بهاك السيدة ما غيهضر فيك ما غيوكلك ما غيشربك نحز معاه بالسلوك. انا قلت له مي ما بغيتش هاد الزيد ديال الحوايج هاد البنات اللي درتي يديه بيه وردي ليه فلوسو. قالت لي ما هربت هزيت الحوايج ومشيت عند خالي بقيت عند خالي. قالت لي مي قالت لي استاذ السخط رضا سيري تزوجي بيه استري راسك ربك هو صعيب بقى صح وكيضربك وكيصوتك كل نهار كيعيرك بالكلام الخايب. صافي انا صافي مشيت قدام مي صافي غنمشي ومشيت درت لك غط مع السيد صافي درت لك غط داوني ولا يضربني ولا يعنفني ولا يعطيني العصا تكرفس عليا الضربه يبقى لي في جبتي هاي بقى ضربني بزلافه صافي بقات هكا الجوع النوع با ولا يخاصموا علي الناس ولا جاب دوز ليا صبني صافي كرمت مابقاش عندي باش ناكل باش نطوق خلاني تما صافي شرا ليا با الدواء خلاني تما ملي خلاني تما حرقتني راسي خرجت تلفت خرجت واحد الدوار بعيد مشيت تات دوني عند بنت عمتي دوني الباقة ما نطلقاش هاك ساخا نعاود القصة ديالي من الأول تا الآخر باش يفهموني المسلمين يفهموني خوتي المسلمين. صافي مشيت عند بنت عمتي مشيت عندها جلست عندها خرجت حاملة بالبنت صافي مشيت عند با با تاني ردني دار ليا واحد العشا الراجل واحد العشا بعيدة واحد العشا واحد العشا بعيدة دار ليا واحد العشا بعيدة وصافي الشتا كضرب فوق مني هازل ليا على مومو كتصوتني وكتكدير ليا العقرب في الشيشة عضتني العقرب لقات مو حيا في ما راكت هي دارت ليا العقرب في الشيشة ما نسمحش ليها با تقتلني ولا الله لو جات ليا شوي با صافي مشد عليا وضعني بغا يطلقني مي صابني حاملة رجع دار ليا ديك العشا سكنت فيها راه كاع عارفيني ديور الدوار عندنا. يعني شنو السبب تطلقتي عاوديني يعني حاولت تطلقي؟ انا من بغيت نطلق خرجني بالليل حامله اجر عليا بالليل وكان رمضان وكان الشتا خرجني بالليل خرج صافي قلت لبا ابو تاع براتي بغيت والو هذا الشيء نهار غنتسيم انه والله عقتيله. فاش طلقتي من بعد يعني كي درتي تعرفتي على هذا السيد الاخر؟ ملي طلقت صافي بقيت معناتها كبرت البنيه عندها 6 سنين صافي البنت با راح ليا الدواء صافي با شد داك الفلوس ديال الطلاق شد داك لا البنت كبرها با صافي قال لي زيدي فيما بغيتي قلت لها با راه غنزيد في حالي مشيت عند بنت خالته وعشت عندها خدمت على تمات واحد المراه الله يجازي الله يرحمها انا قابلتها في سبيل الله كتخلصني زيد ديك 3000 ريال الشهر ديال الشقه ديال الدار مال المراه ما كنجاوبهاش المرأة ما كتخلصني ابن ما كتخلصني ما والو عليها. كي درتي تتعرفي على هذا السيد الاخر اللي سمعتي؟ هذا السيد تا جيت هنا لكادير. هي كي تعرفتي عليه؟ تعرفتي في الكار كنت غادية للبلاد قالت جاب معايا على شي هضرة قال لي واش انت مطلقة قلت لها ودي انا مطلقة صافي تلاقى معايا قال لي انا ناوي المعقول صافي مشيت للدكالة ورجع جاي عندي. رجع سكن معايا في خميسة عيد عميرة. صافي ملي من خميسة عيد عميرة تحول معايا العيال قلعة. صافي سكننا بجوج تخاصم معايا مشى في حالاته وخلى الدري راقد في كرشي عام شحال عام وراقد دوزت ماشي 3 سنين هكاك 3 سنين شي 3 سنين
صافي ابقى التليفون باش كملي ما كنقطعو شويه ابقى معايا الدري بقى راه قلت فيك شي ملي عيط عليك دير جي دير جي عندي راني حامله بقى معايا في اتصال كيف ما راه كيصيفط لي 7000 مره ما يصيفطش ليا مره ما يصيفطش ليا كاع مره فاش دخل عليك باش حسيتي باش دخل عليك دخل عليا دخل عليا راه عندي النقص عندي الكراه عندي انا حامله وخدامه راه حامله وكنهز الصندوق على كرشي ديتني واحد السيده باش ولدت الاوراق راه عندي عندي كلشي عندي كلشي 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 براقي عندي صافي بقيت هكاك هز الدري جا قلت ليه جي قلت ليه جي جي باش باش دير دخل دري الحل مدنيه جي باش دخل دري الحل مدنيه قال لي قال لي واخا راني جاي اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا بقى الدري تا ولا يحبو تا ولا الدري يحبو ولا جا عندي تا دارت هنا جا عندي جا عندي تا دارت سيدي دقلان سيدي بيبي جا عندي شرا العيد خلص ليا الحانوت خلص ليا الكرا انا ما نكرش من تما تناوض معايا قطعت الصله بينو قلت الدري راه دير لي الحل المدنيه حيد الحل المدنيه ودير لي الحل المدنيه انا ما بغيت منه حتى حاجه قال لي صافي هز حوايجو صافي هذيك يا زيد تطفى عليا تا التليفون دابا عندك 3 سنين هادي الله 4 سنين الدري عندو 6 سنين دروك من تما وانا مريضه انا كناكل الدواء كان هاني الظروف ديالي ما بقيت خدمتش دروك صافي ما بقيت خدامه ما بقيت والو ملي جاني عاطيني الدواء عندي الصراع كنطيح بسبب هاد المشاكل ديال الراجل الاول ديال با كان يسوقني كيقول لي ما درتيش ما جلستيش في الدار ما جلستي ما جلستي في دارك ما جلستي وانا غنقول راه كاين شي قط كرم من دار العرس كوست مني وكان يشربني ما غنخرجش ما غنديش خوتي كيلوبوا لي بنتي راه كما كنت كنشوفها نسيت هاد الهضره بنتي راه كما ماما نشتها تجتها واحد المره قالت يا ماما جي ديني مشي جتها وجد نداها جدها من هنا بقات تجوجات دات وليداتها الله يرضي عليها انا ما نمشيت لها العرس لا والو مشيش ما عندي باش نمشي ما عندي ما باش نمشي عايشة بوحدي انا وداك الوليد عندي واحد بيت وكوزينة مالي الناس كريدية بيت واحد دوك الشهر ديالك راه ما خرجش ما عندي وعندي الله ما عندي والو ما نطلب انا ملي مشيت عند جاني الرانديفو نهار 31 شهر الشهر شهر 3 كاع مشيت عند السبيطار ديالي حشاج ديالها كادير قالوا لي راه زدو رجعت للسبيطار ديال داك السبيطار اللي حدا يد زدو كاين جوج سبيطار تما واحد سبيطار واحد المدينه اخرى ما عقلتش عليه قالوا لي الدواء خاصك تحيدي كدير خلوا لي دوايا ما كاينش اللي وكلني ما كاينش يشربني قال لي خاصك ديري سكانير قلت له انا ما عندي باش ندير سكانير حيحت بكيت جدبت قلت له ما عندي باش ندير سكانير انا اللي قالت هي سيري للسبيطار ديال الغروب قال لي سيري للسبيطار ديال الغروب حيدوا لي داك الدواء الدواء ديال الناس اللي كان ناس به وكان فيق به عطوني واحد الدواء اخر دوكا بنجني راه ما قادش نوض دوكا راه بنجني طالبي لي سكانير ما عندي باش نديرو ما عنديش قلت له بغيت كيدير بالرامي قالوا لي لا كيدير قال لي على برا بالفلوس ما عنديش ما كنكسب حتى 10 درهم في جيبي الضو ما خلص ما خلص الكره ما خلص ما بقاش خدمت صافي اليوم صافي بنجا الدري راه من واحد المراه هي اللي دات دوات مع دوات مع واحد السيد بقى هي اللي داتو ليا درك هي اللي كدي ليا ما عنديش لا رحيم لا حليم صافي اه